السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعرف مع بعض طريقة تغيير صورة قناتك على اليوتيوب او حسابك على اليوتيوب بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا نبدأ مع بعض. هفتح اليوتيوب. فتحت اليوتيوب وبعد كده هضغط على حسابي، وبعدين هضغط على قناتي قناتك، وبعد كده اعمل ادوس على اول مربع وهو تعديل القناة ايديت شانل، واجي عند الدايرة اللي مرسومة عليها الكاميرا واضغط عليها، وهيظهر ليا التقاط صورة او اختيار من صورك. هدوس على اختيار من صورك، هيظهر ليا الصور اللي محفوظة على الجهاز عندي. وطلع ليا اختار الصور من الصور اللي موجودة عندي على التليفون بتاعي. طبعا لو صورة شخصية اقدر احطها زي ما حضراتكم حابين. انا هضغط على اختار الصورة دي، وبعد كده ابدأ اظبط الصورة على الوش، وبعد كده اعمل حاجة. وكده زي ما حضراتكم شايفين انا غيرت الصورة بتاعت حسابي. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، بس هي بتاخد وقت عبال ما تظهر على الحساب نفسه. بتاخد وقت بسيط، بس هو طبعا الطريقة سهلة. زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة اتغيرت، بس بعد فترة بتلاقوها ظهرت على الحساب بتاعكم. ويا رب تكونوا استفدتوا، ولو استفدتوا من الشرح يا ريت ما تنسوش اللايك والشير.